معانا مدام رانيا، كانت حالة جلطة في المخ، كانت القياسات بتاعة العضلات كلها مفيش، الإيد ما بتتحركش خالص والرجل مفيش حركة خالص، العضلات كلها كانت مدية معانا، كانت مدية معانا زيرو. احنا بنقيس بجهاز الكتروجينيومتر كل رينج اوف موشن اللي هو مدى الحركة بتاعها كان زيرو، مفيش أي حركة في كل في الإيد فوق وفي الرجل، كان كله مدين على الجهاز زيرو. احنا ما شاء الله دلوقتي وصلنا ما شاء الله، يعني كله اتحرك، مثلا تحسن 30 درجة و36 درجة في عضلات الإيد وفي عضلات الرجل، برضو في 23 وفي 30 درجة، والأنكل كان زيرو بقى 10 درجات تحسن. يعني ما شاء الله ما شاء الله في تحسن كبير جدا. عايزين نشوفك بقى دلوقتي بتقدري تمشي. احنا كده بقالنا على فكرة بس 3 أسابيع جلطة في المخ، مش عايزين نسند على أي حاجة. ها يلا رجعي تاني. رجعي تاني. طب تقدري ان انتي تمسكي حاجة بإيدك؟ ممكن نمسك الجبيرة بتاعتنا، هي طبعا ما كانتش بتستخدم ايديها خالص خالص طبعا.